أهلا بكم. التمديد لقادة الأجهزة الأمنية ولقائد الجيش، آلية عمل مجلس الوزراء، فتح دورة استثنائية، الحوار بين حزب الله والمستقبل، الحوار بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، والبارحة بالأمس الحوار المتابع بين التيار الوطني الحر والمستقبل. أهلا بكم في حوار اليوم، وأهلا بالأستاذ الأولى نصيف الكاتب السياسي. أهلا وسهلا فيك زميلنا. التمديد لقائد الجيش، رح نبلش بهذه النقطة، مطابق للمواصفات القانونية ولا منه مطابق ولا غيره من قادة الأجهزة؟ بلشت مع اللواء محمد خير، بس هلأ القصة والعاني القائد الجيش ردد عليه بشكل غير مباشر لعماد عون، والعماد عون أعلن سحب الثقة بوزير الدفاع، صارت مشكلة. اشرح لنا إياها إذا بتسمح أستاذ الأولى. أولا ما بدأت مع اللواء خير، استكملت أو أكملت مع اللواء خير. بلشت من زمان مع العماد أهوجي. مع العماد أهوجي. صحيح. بالبداية. هلأ الجمعة. وستستكمل أيضا في مرحلة لاحقة مع مدير عام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، أيضا على الأرجح ذاهبون إلى تمديد، إلى تأجيل، هي على الأصح عدم استعمال كلمة تمديد بل تأجيل تسريح، يعني هذا هو النص القانوني. صحيح. الذي يتحدث عن ذلك، وأيضا الاحتمال سيشمل ربما قائد الدرك العميد السعادي. إذن يعني باكي كاملة عم تشمل. هلأ هل يصح هذا الأمر أو لا يصح؟ طبعا الحجة المستعملة في هذا الأمر هي المادة 55 من قانون الدفاع، التي تقول أنه بإمكان بقرار بناء على اقتراح قائد الجيش وبقرار من وزير الدفاع يمكن تأجيل تسريح المتطوع. المتطوع يعني سواء كان ضابط أو عسكري يمكن تأجيل تسريحه. هلأ أثيرت نوع من الالتباس والغموض والاجتهادات حول بالنسبة للواء خير، أنه اللواء خير هو الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، فبالتالي لا يشمل عليه، هو خارج الجيش لا يشمل عليه هذا الأمر. لكن تم تدارك الأمر بالعودة إلى المادة نفسها، وبعتقد المادة 28 أو 29 اللي تتحدث، التي تعرف عن المتطوع في الجيش هو القائم في الخدمة العسكرية، إذا شملوا هذا الأمر. وكرت السبحة، وبعتقد أنه راح تكمل، وراح نروح بعد فترة وجيزة قبل نهاية ولاية العماد أهوجي بكم شهر، سيمدد له أيضا، وسيمدد لأنه بتنتهي التمديد الأول أو تأجيل التسريح الأول للعماد أهوجي آخر أيلول، ينتهي بأيلول، وقبله بآب رئيس الأركان وليد سلمان. هل هذا صحيح أم لا؟ طبعا هذا من ضمن التفسيرات القانونية اللي عم النص موجود، يعني النص يتيح هذا الأمر، لكن هل يمكن استخدام هذا النص في معرض آخر عن استخدامه؟ طبعا هن تحججوا بحيثيات المادة 55 اللي بتقول عند تكليف الجيش أو في حالة طوارئ، عند تكليف الجيش حفظ الأمن في البلاد أو حالة طوارئ، يعني الحالات الأمنية الاستثنائية تمنع تسريح قائد، تمنع تسريح المتطوع أيا يكن برتبته كضابط. طبعا استخدام المادة مش اليوم، يعني السبب الأساسي والمباشر لتأجيل تسريح قائد الجيش هو بسبب عدم الاتفاق على تعيين قائد جديد للجيش، وليس لأنه هل أدى البلاد في حاجة إلى وجود قائد الجيش الحالي. يعني نحن بنعرف أنه ما في حدا لا يستغنى عنه، لكن عمليا اللعبة السياسية ما دام ليس هناك رئيس للجمهورية، وما دام يجب أن يؤخذ بطريقة ما، طبعا صارت أهمية أقل بكثير مما كانت في السابق بتعيين قائد الجيش. يعني بالماضي كان رئيس الجمهورية فقط يسمي قائد الجيش، اليوم صار قائد الجيش ومجرد ما أن يسميه يصوت عليه في مجلس الوزراء بالنصاب الإجماعي. اليوم لا، على الأقل العماد أهوجي منعرف أنه هو القائد الوحيد للجيش الذي عين في مجلس الوزراء، وكان هناك ثلاثة أصوات معارضة له، لا حتى خمسة كانت صوت ضد وقت وزراء القوات اللبنانية. صحيح. ووزراء الحزب التقدم الاشتراكي، هناك من صوت ضد وهناك من اعترض، في حين أن هذه كانت المرة الأولى لقائد جيش لا يحظى بإجماع مجلس الوزراء على تأييده، ولم يكن مرشح رئيس الجمهورية بالضرورة. إذن وضعية قائد الجيش اختلفت اليوم عما كانت في السابق. هلأ لأنه ليس هناك إمكانية التوافق مجلس الوزراء على تعيين قائد للجيش، وهذا الأمر كان يجب أن يحصل مع حكومة الرئيس مئاتي، لهذا السبب ولأنه تعذر أيضا حتى ملء الشغور بثلاث مقاعد بالمجلس العسكري، المقعد الكاثوليكي والأرثوذكسي والشيعي، هذا الأمر. لكن أنا ذاك
لم يؤتى على ذكر المادة 55، فذهب الضباط الثلاثة إلى بيوتهم، حصل هذا الشغور، صار المجلس عسكري من الثلاثة. فيما بعد لأنه منصب قائد الجيش ينظر على أنه له علاقة بموازين القوى، له علاقة بالسياسة أكثر منه الضابط الأعلى رتبة الذي يقود الجيش، ينظر إلى موقعه كسياسي، اعتبر هو جزء من هالباكيه اللي يجب أن عندما يعني يجب أن يبحث فيها في حكومة جديدة، في ظل رئيس جمهورية، في ظل توافق سياسي، في ظل موازين قوى جديدة يجب أن تنبثق من الانتخابات الرئاسية. هذا الأمر استدرج أو أدى أيضا إلى قبل ذلك تمديد ولاية مدير المخابرات، مع أنه من السهل أنك تعين مدير المخابرات، مش بالضرورة بده تلتين بمجلس وزراء. وزير دفاع ما بده تلتين من مجلس وزراء، اقتراح الجيش موافق وزير دفاع تمام تمشي. ما بده مجلس وزراء وما بده تلتين، هذا أرى فشيء يعني ينظر إلى الموضوع على أنه موقف سياسي أكثر منه موقف قانوني أو موقف يحتاج الوضع الأمني. بظن أنا الموضوع مؤخر، لا يمكن توقع دخول في صفقات من هالنوع. ليش؟ لأنه اليوم إذا بدنا نروح على مجلس وزراء لنعين قائد جديد للجيش، بدنا نروح على مجلس وزراء أيضا لنعين مدير عام لقوى الأمن الداخلي، لإعادة تقسيم كعكة الأجهزة الأمنية في هذا المعنى، طبعا بالنسبة إلى المناصب الشاغرة. ما حدا جاهز لهذا الأمر، لأنه المشكلة لا ترتكز فقط على أنه منجيب قائد جيش ومنجيب مدير عام قوى الأمن الداخلي، أيضا أي قائد جيش بدنا نجيبه، كل فريق عنده مرشح، وبالتالي وفي كل فريق بيرفض مرشح الفريق الآخر، فهذا الأمر عامل مشكلة. مش قادرين أو المجلس الوزراء، لكن في الأشهر الأخيرة من مرحلة الرئيس حكومة الرئيس مئاتي ولا مع الرئيس سلام حدا جاهز لا لتعيين قائد جديد للجيش ولا لتعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي. طبعا بطبيعة الحال تيار المستقبل يمكن بفضل العميد عماد عثمان، يعني رئيس شعبة المعلومات، وهذا الدور اللي كان عم يتحضر له وسام الحسن فيما مضى. في طبعا في مجلس في دورتين قبله بيروحوا على البيت، يعني لا بغض النظر في مشكله لا طبعا مشكله قوى الامن اذا تعين بس التراتبي بس هتجوزناها من زمان، يعني منذ لا بس حتى العماد العميد عماد عثمان بركي يعمل مشكله ما لها سابقه نظرا لصغر سنه. اي بس كل الضباط كل قاده الجيش اللي اجوا بعد العميد فيكتور خوري، وكان انا ذاك عميد واجا قائد جيش كعميد، تجاوز وقتها ما يوازي بين 20 و25 ضابط، اول مره السابقه الاولى بادارة 77. منذ ذلك الوقت اصبح بسهوله يصير الى اختيار قائد الجيش او احد الضباط الموارنه لقياده الجيش، وهو يقفز عن عدد احيانا يكون كبيرا أن يقفز عن عدد كبير من الضباط من أجل أن يصبح قائد الجيش، وبالتالي إما بيحطون بالإيداع أو بيرغمون على تقديم الاستقالة. عماد عون من عقيد إلى عماد. ما عم بقلك بيترقوا كان عقيد مش عميد، كان عقيد صار عماد دغري. بيترقوا فبالتالي يقفزوا عن عدد كبير من 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 الضباط. بهذا الأمر المناخ هذا سبب شكلي إذا كان يتجاوز عدد كبير أو صغير من الضباط، هذه مسألة شكلية لأنه هاي لها علاقة بالموقف السياسي. المشكلة القائمة اليوم أنه ما حدا جاهز لا لتعيين قائد جيش، مش لأنه أيضا قائد الجيش بده فقط مجلس وزراء، قائد الجيش صار جزء من بيشبه يعني التوافق عليه صار بيشبه شوي مش كتير اتفاق على رئيس الجمهورية. يعني بكرة لما بدنا نروح على مرحلة انتخاب الرئيس بدنا نعمل حكومة، الصفقة بدها تشمل كل هالمناصب، بدها تشمل الرئيس والحكومة ورئيس الحكومة وقائد الجيش وكل موازين القوى، لأنه المرحلة بالمنطقة هي مرحلة أمنية ما عادت مرحلة سياسية، وكل الدعم اللي عم بينعطى للجيش بيعطي إشارة لهذا الأمر أنه لا يمكن الموافقة في المستقبل على أي كان قائدا للجيش، بل يجب أن يكون هذا القائد على صلة بمجموعة قنوات، على صلة بمجموعة توازنات، على صلة أو على قدرة للاستقطاب، وبالتالي قادر يلعب الدور الأساسي بالمرحلة المقبلة. هل تمديد لقائد الجيش وضعه جديا هالمرة على طريق الرئاسي أم بين هلالين؟ طبعا ما بتبني أنا هالتعبير بين هلالين، في ناس عم بتقول أنه هيدي طردية الأخيرة لقائد الجيش لأنه مش قادر يوصل رئيس جمهورية، بعد في سنتين ما رح يقدر يوصل بيكون قائد جيش بعد لسنتين. في ناس من الميل التاني وكمان ما بنتبنيها بتقول انه هيدي دفشي على طريق رئاسة الجمهورية، مش هناك في مشكل كبير مع العماد عون، شو رأيك؟ بمعزل اولا عن المشكل مع العماد عون مشكلة بمعزل عن خليني احكي عن الشق الاول في هذا الموضوع. هل يمكن القول انه التمديد له
يضعه في مصاف المرشحين الأساسيين أو هو طردي بالنسبة لهالجانبين. أنا بعتقد أنه كل المرشحين المتداولين أو المطروحين للرئاسة المعلنين حظوظهم هي بالوقت بفرق في آن معا 100% و0%. يعني ما حدا بيقدر يقول، كل واحد مرشح اليوم بيقدر يقول أنا ممكن ما إجي رئيس بس أنا بقدر إجي رئيس، فبالتالي تتساوى الحظوظ برقم صفر وبرقم 100%. الحقيقة أنه لما بدنا نوصل على الاستحقاق آنذاك ممكن يكون الرئيس المقبل من بين الأسماء المتداولة، وممكن الرئيس المقبل أن يأتي اسم مفاجئ من خارج الأسماء المتداولة أو المعلنة على الأقل. فلذلك هذا الأمر بالتأكيد واستمراره كقائد جيش بحطه باللائحة بالتأكيد، يعني لو كان ضابط متقاعد أكيد ما حدا بيفكر فيه أنه ممكن يكون رئيس جمهورية أو مرشح أيا تكن كفاءته أيا يكن أهمية مواهبه. لا، لأنه قائد الجيش هو أحد الأسماء الموجودة، بس هل لأنه قائد الجيش بصير رئيس جمهورية؟ بالتأكيد هذا الأمر مش محسوم ومنه نهائي، وبعتقد في ظروف كتير في مجموعة في كم من الظروف لما تتوافر ساعتها هناك كم أيضا من الأسماء ستتدحرج من الاستحقاق الرئاسي، وربما يأتي رئيس لا يشبه أحد من كل المرشحين القائمين أو المعلنين على الأقل. لذلك بعتقد الحظ الأفضل له للعماد أهوجي أنه لا يزال قائد للجيش، هذا بيعطي أمل بأنه ربما يكون في اتفاق عليه. لكن هل هو مرتبط فقط لأنه قائد الجيش يمكن أن يأتي رئيس؟ أنا بعتقد الموضوع له علاقة بموازين قوى وبتوازنات على الأرض مرتبطة أولا بالقوى اللي موجودة ومرتبطة باللحظة التي يصبح الاستحقاق الرئاسي ناضجا وحان أو آن أوانه لانتخاب الرئيس. عندئذ بنبلش نفكر مش بعدد المرشحين، بدنا نفكر بالمواصفات اللي بتشبه المرحلة اللي بده يجي فيها الرئيس خلال 6 سنوات. ما بيعود مهم منو الشخص، بتصير المهم هي الأهمية هي المواصفات، ثم عند تحديد المواصفات يكتشف أو يعثر بسهولة على الشخص الذي تنطبق عليه هذه المواصفات. لذلك يمكن بريحه أنه يبقى هلأ جوات هذه المعادلة. مش مريحة أبدا لقائد الجيش أن يمدد له أو يؤجل تسريحه بمذكرة إدارية من وزير الدفاع في حين هو تقل وزنه أنه يعين بثلثي مجلس الوزراء، وبالتالي هو منه مجرد مدير عادي، مدير عام صحيح. عادي هو رتبته وظيفته الإدارية تساوي أي مدير عام في أي وزارة صحيح. من الوزارات، لكن وضعه السياسي على مستوى التقليدي والتاريخي في البلد بالتعاطي مع قائد الجيش، مش كقائد جيش لأنه مرشح للرئاسة، لأنه قائد للجيش، فبالتالي له مكانة مميزة. هو إذا بدك أصغر من رئيس بس أعلى من موظف بهذه المعادلة. اليوم طموحات القادة هي اللي بتجعلوا المرشحين مش مزبوط. يعني أنا قريت كلام العماد أهوجي أو الكلام المنسوب إلى العماد أهوجي أنه الرئاسي مجرد ما يكون واحد قائد جيش يصبح مرشح حتمي وطبيعي للرئاسي. مش صحيح هالكلام. قائد الجيش هو اللي بيطرح حاله مرشح للرئاسي، مش أي قائد. وإذا منشوف حتى بنبذات معينة، مش كل قادة الجيش كانوا مرشحين ليكونوا رؤساء. العماد فيكتور خوري ما كان مرشح للرئاسي، أيام حتى أيام بعد الرئيس الشاب عادل الشاب ما كان مرشح للرئاسي. في بعض القادة طرحوا أنفسهم مرشحين لأسباب مقبولة أو غير مقبولة. العماد إميل بستاني، العماد ميشيل عون. عماد إميل بستاني راودته هالأفكار بركي مع اتفاقية اشتغل يعني أقلوه قبل بوقت، خلقت له كم قصة تماما، خلقوه يعني قبل 8 أشهر من موعد انتخابات الرئاسة، وتأقيل ب7 كانون الثاني سنة 70. فبالتالي مش كل القادة الجيش طرحوا أنفسهم أنه يكونوا رؤساء، ومش مش بالضرورة هذه قاعدة موجودة أنه مجرد أن تكون قائدا للجيش إذا أنت تريد أن تكون رئيسا للجمهورية. لا، العماد إميل لحود اشتغل أنه يكون رئيس للجمهورية، العماد ميشيل سليمان اشتغل يكون رئيس للجمهورية. هلا بتقلي كيف يشتغل؟ مش ما حدا بيشتغل من القادة الجيش على السطح، بيشتغلوا إما بعلاقات بمرحلة السوريين مع ضباط المخابرات السورية، تسويق أنفسهم ونجاحهم بأداء مهمتهم، أو من خلال التفاف مجموعة من السياسيين حولهم، وربما بيحاولوا يطلوا أنه دائما قائد الجيش هو المنقذ. لا مش بالضرورة قائد الجيش، يعني ما حدا يفتكر أنه رح تتكرر تجربة فؤاد الشاب مرة تانية.
لا بمواصفاته كقائد للجيش ولا بمواصفاته كرجل زهد في طلب هذا المنصب. نتذكر أنه أول مرة انطرحت على رئيس الشعب 52 ورفضها، وكانت على طبق أهم، كانت طريقة وصوله إليها أهم بكثير مما وصلها بال 58. وعرضوا عليها على كل حال بال 52 كانت أهين بوصوله للقيادة للرئاسة من 58. صحيح. 58 قيل أنه عبد الناصر وأيزنهاور اشتغلوا عليها، بس أنا ذاك لا. صحيح. كانت أهين، كانت لبنانية 100% بال 52. إذن مشكلة قائد جيش يحط براسه أنه هو مشروع فؤاد الشهاب، لا، هو مشروع حاله، لأنه صورة فؤاد الشهاب صورة صارت لسوء الحظ، ويمكن لحسن الحظ حتى صورة مثالية بالنسبة لفكرة الجيش، لفكرة الرئيس. لذلك أنا بعتقد أنه بكير شوي نفوت بهذا الموضوع، بكير يعتقد أي قائد جيش أنه قادر يكون رئيس جمهورية، لكن هذا الأمر لا يحرمه فرصة الوصول بالتأكيد. شو تأثير ذلك على العميد شامر روكوس؟ في ناس كثير بتحب تتحاشى البحث بهذا الموضوع، مش عنك أنت، عم بقول بالإعلام وحتى بالسياسي وببعدوا للرجل عن هذه المواضيع، لكن في وضعية العميد شامر روكوس وضعية أساسية وفي له حساسية وفي له رمزية عند التيار الوطني الحر ومنزلة معينة لدى هذا التيار وعند ناس كتار. شو وضعيته ومستقبله في هذه المعادلة ب 15-11 يحال إلى السن العميد شامر روكوز بهيدي التطورات اللي عم بتصير، شو رح يصير؟ لا، أولا ما بدي بصر في هذا الأمر، لا مش عم بصر، بس أنت حضرتك قارئ بس واضح أنه يعني يمكن أن ينظر إلى موقع العميد شامر روكوز عند العماد عون مثل ما نظر فيما مضى إلى موقع اللواء أشرف ريفي أو اللواء وسام الحسن بتيار المستقبل. فبالتالي ما رح نقول أنه ممكن يجي قائد جيش هالقد منزح عن كل الأطراف، ونحن بنعرف أنه عندما عين العماد جون قهوج أيضا كان بتزكية كبيرة جدا من وزير الدفاع في ذلك الوقت الياس المر، يعني واضحة القصة. العماد عون العماد عون كان من الداعمين الكبار للعماد قهوجي. إيه بس أنا عم بحكي إنه دائما بأيلول 2008 يعني بعد منذ الطائف ما في بقى قائد جيش لا يستند إلى مرجعية معينة تدعم وصوله في هذا الأمر، ومن معيبة أن يكون هو جزء من مرجعية، لأنه عندما يعين قائد الجيش يجب أن يتصرف على أنه بالآخر هو لم يعد جزء من تلك المرجعية إن كان تنظيميا أو سياسيا، أصبح هو قائد لمؤسسته اللي هي مؤسسة منا سياسية مؤسسة عسكرية، ويجب أن لا تخلط بين القائد كقائد يقوم بدوره كقائد الجيش أو بين دوره أن يكون مرشح لرئاسة الجمهورية. لما نخلط بين اثنين بيفقد القائد توازنه بالدورين سوا، لا بيعود يلعب دوره كقائد كما يجب، ومش بالضرورة سينجح بدوره كمرشح لرئاسة الجمهورية. بالنسبة للعميد شامر روكوز مثل ما بتقول أنه بعده عنده بضعة أشهر، أنا بعتقد من الأسباب اللي عم بتأجل أو عم تظهر عدم حماسة العماد أهوجي لإقرار مشروع تعديل سن التقاعد للضباط لجميع الضباط هو ربما لإمرار الوقت والحقول دون أن يستفيد منه العميد شامر روكوز. بس معلش أنا هون مش عفوت بالشخصيات، لا لا ما لها علاقة بالمسألة الشخصية، العلاقة الشخصية بين العماد أهوجي والعميد روكوز علاقة أكثر 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 من طيبة، هاي بشهادة الناس من الميلتين، يعني في حتى ود متبادل بين الرجلين واحترام. معقول يقطع عليه الطريق؟ ما لها علاقة بروم كل المحبة؟ بس أنا سؤال، ما لها علاقة بين رئيس ومرؤوس، بين بعضهم هن وضعية مختلفة. اليوم عم نلاحظ أنه المعركة هي قائمة أو بتصير أعلنا، وأنا تفاجأت فيها، بين العماد أهوجي والعماد عون، يعني نادرا ما لأول مرة تخرج إلى العلن، يعني لأول مرة يمكن تفاجأت فيها حتى أني أسمع العماد أهوجي تصدر عنه هذه المواقف بهالشكل، أنه العماد عون يخوض معركة خاطئة معه وأنه ليس مرشح بل هناك من يرشح هو إذا انتخب العماد، يعني كل هالمواقف اللي قريناها بالشرايط ما إلى منا سابقة ومش مألوفة أن يدخل قائد للجيش في اشتباك مع مسؤول سياسي أو زعيم سياسي حول الملف، وهذا الملف ما بتقدر كمان ترجع تبرئ كل ما يمكن أن ينطبع على هذا الملف اللي هو أحد أجزاء منه العميد شامر روكوز. اليوم الكل عم بيعملوا معركة الرئاسة، الكل معتبرين أنه جزء من موازين القوى السياسية في البلد، قائد الجيش اليوم يتصرف على أنه جزء ومعه حق لأنه المؤسسة هي هيك، أنه هو جزء من موازين القوى في البلد، كما العماد عون يتصرف على أنه هو جزء من موازين القوى السياسية في البلد. فبالتالي كلهم يعني العماد عون
لا يريد تأجيل تسريح قائد الجيش، يريد الذهاب إلى تعيين أو تسمية قائد جديد للجيش، وطبعا عنده مرشحه. الأطراف الآخرين لا يريدون العماد عون لا رئيس للجمهورية، ولا يريدون صهره كمان قائد الجيش. يعني في مجموعة تراكمات في هذا الأمر، ولا صهره رئيس للجمهورية، ولا صهره رئيس بالتأكيد. كمان لا ننسى أنه كمان هون إذا تروح على مجلس وزراء لتعيين، لنفترض العميد شاميروكوس قائد الجيش، بده يجي تيار المستقبل يقول لك أنا بدي قايد بعماد عثمان، أو إذا ذهب تيار المستقبل إلى تسمية مدير عام جديد للأمن لقوى الأمن الداخلي، سيأتي العماد عون يقول له أنا بدي قايد فيها بالشاميروكوس. اليوم ما حدا جاهز يعمل مقايدات على هذه المستوى، على هذه المستوى من التعيينات. فالكل بدون يعملوا معركة حادة ويشتبكوا مع بعضهم، بس بالآخر الكل بده يسلموا بحقيقة لا يمكن ترك المراكز الأمنية شغرة، الأمنية والعسكرية. مش معناتها الطريقة التي تدار بها اليوم أو يملأ هذا الشغور هو الطريق السليم أو الصائب، لا، بس لكن كل شيء عم بيمرق. يعني عم بتشوف حالة مجلس الوزراء، عم بتشوف حالة الحوارات اللي عم بتدير في البلد، الكل عم بلموا بعضهم اليوم، عم بيحاولوا يمنعوا توسع الفراغ وتفلت الفراغ، والشغور سيؤدي إلى انفجار بكل اللاعبين القائمين اليوم. فلذلك الكل ما حدا جاهز اليوم يروح إلى خيارات أساسية قبل انتخاب الرئيس. انتخاب الرئيس رح يبني تركيبة جديدة كاملة متكاملة من ضمن الصفقة، لأنه ما رح ننتخب الرئيس لأنه نحن عنا شغور. هلأ بده يصير حدث ما، بده يصير تطور ما بالمنطقة أو بلبنان يؤدي إلى حمل جميع الأفرقاء رغبا عنهم إلى انتخاب الرئيس. إذا بتترك اللبنانيين ينتخبوا رئيس هلأ، ما رح ينتخبوا. بده يحصل حدث ما يجعل مثل ما دايما بيصير، يعني من بعد الطائف إجا بعد حربين مش كبار. حتى بعد الطائف مش حتى بعد الطائف إجا بعد حربين كبار، بعد الدوحة. يعني طائف إجا بعد التحرير وقبل الحرب القوات هون، بتعرف حضرتك. لذلك والدوحة اجت انتخاب رئيس لبنان اكبر نموذج. طيب لهذا الامر سبعة ايام. لذلك بدك تنطر توقع ما او حدث ما يقدر ياخذ الكل غصبا عنه بالقوه الى انتخاب رئيس. انتخاب الرئيس هو في وقت ذاته، هيك صار بالدوحة، متذكر انه مش بس انتخبنا الرئيس وحددنا الحكومة، لبل عملنا قانون انتخاب ايضا ستكون هناك نوع من بنية سياسية تواكب المرحلة المقبلة. هالشيء اللي عم بيصير ما بيزيد احساس العماد عون بالعزلة والحصار والتهميش والاقصاء. يعني لا في رئاسة جمهورية ولا في العميد شاميروكوس. انا عم بحكي بالسياسة شو عم بيصير. اول امبارح طلع العماد عون شخصيا، صار له فترة طويلة عم بيكلف الاستاذ ابراهيم كنعان او الاستاذ سليم جريساتي اذاعة بين تكتل، طلع اول امبارح واعلن سحب الثقة. هل هذا ما يحصل يزيد في عزلة وحالة الحصار يلي عم يتعرض لها العماد عون من قبل الأقرباء و يعني من قبل الأقربين والأبعدين كمان الأقربين؟ الوزير هذا المشنوق مصر ومتمسك بالعماد أهوجي، قال أنا امبارح بحديثه للمستقبل قال أنا بأيد التمديد له، والعماد أهوجي حليفنا ورفيقنا في كل الخطة الأمنية وما يحصل على الأرض. لا طبعا طيب. بالتأكيد مبارح راح العماد عون والوزير باسيل بدعيهم رئيس الحريري مبارح على العشاء ببيت الوسط. كيف عم تركب الأمور؟ لا بالتأكيد كنت عم بقول من شوي أنه ما حدا قادر يحمل استمرار الشغور أو إيقاع شغور في أي مؤسسة أكثر أو بعد رئاسة الجمهورية. وهذا الموضوع اليوم نحن بمرحلة أمنية وعسكرية، وأمنية أكثر من عسكرية بلبنان. فبالتالي الحاجة إلى وجود قائد الجيش سواء كان العماد أهوجي أو سواه، وبالتأكيد لأنه هو القائم اليوم العماد أهوجي، نحن في حاجة إلى وجوده، لأنه الدور هو فعلا هو دور للجيش وللأسلاك العسكرية أكثر مما هو دور للسياسيين. فبالتالي اللي عم بيرعى الاستقرار اليوم عم نشوفها بشكل آخر، يمكن الجيش أكثر منه الاستقرار أكثر منه السياسيين. طبعا مش عم بحكي بالزواريب الداخلية، عم بحكي على مستوى هدوء البلد وتأمين الحماية للبلد. الجيش اللي عم بيلعب هذا الدور في الغالب، كنا دائما بنستعمل هذا التعبير أنه الأمن السياسي. صحيح الأمن السياسي عندما يتعلق
هذا الأمر بلعبة الأطراف على الأرض. يعني عندما يكون هناك اشتباك سني نقدر نعطل الاشتباك السني الشيعي، عندما يحصل اشتباك سني الشيعي قادرين نعطله بتوافق سياسي بإرادة سياسية بين الأطراف بسحب مسلحيهم من الشارع. بس عندما تكون المواجهة على مستوى إقليمي أكثر، تكون عم بتواجه تيارات إرهابية، فالدور ما بيعود للسياسيين هون، ومش مفروض يكون هذا الدور بين أيدي السياسيين، هو الدور لدى الجيش. وبالتالي الجيش لأنه ها هي مهمته، قائد الجيش يجب أن يكون هو المعني أولا بضمان الاستقرار، وفعلا هو عم يتصرف على هذا الأساس، لكن مع قليل 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 من السياسة أفضل لنجاح أداء الجيش. وما ترتبط مهمة الجيش بالدفاع عن الحدود أو بمواجهة الإرهاب بأي استحقاق آخر، لما بيرتبطوا ببعضهم بيضطر قائد الجيش يفوت بمساومات سياسية، بده يسير فلان وعلتين لأنه ربما يطمح إلى موقع دستوري، إلى موقع أكبر بكثير من قائد الجيش. اليوم خطورة أو التحدي الحقيقي، الاستحقاق الحقيقي أمام البلد يمكن منه انتخاب الرئيس بقدر ما هو قديش هذا البلد قادر يحافظ على كيانه، وبالتالي الأطراف يلموه. لذلك ما عم نشوف استحقاق الرئاسة أو انتخابات الرئاسية هي بأولويات الأفرقاء جميعا، يمكن بأولويات المرشحين. وطبعا هذا الأمر لا يجعل الاستحقاق الرئاسي وشيكا، مش لأنه في مرشح بده يعمل رئيس صار لازم نعمل انتخابات رئاسية. حسابات الرئاسي شيء آخر مختلف تماما. اليوم لأنه المهم للجيش، فبالتالي الأمن هو أولوية الجميع في وقت واحد. هيك عم نشوفها بالحوارات السنية الشيعية القائمة، ما عم بيقولوا السياسي هي أولوية. لو عم بيقولوا السياسي هي أولوية كانوا ناقشوا الملفات الخلافية، عم بيقولوا الأمن هو الأولوية، وبالتالي ما عم بيناقشوا الملفات السياسية الخلافية اللي إلها علاقة بسلاح حزب الله، اللي إلها علاقة بالحرب بسوريا، ها ملفات سياسية. عم بيناقشوا الملف، عم بيناقشوا الجانب الأمني اللي بيريح الداخل، لا تنترك اللعبة تدار كما يجب مع الخارج، بمعنى مع الحدود الشرقية. وهيدا أهمية اللي صدر امبارح، أنه الطرفين لأول مرة عم بيبحثوا بموضوع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب. بس ما توصلوا لشيء بجلسة امبارح. لا طبعا امبارح اول يوم عم بيناقشوا هذا الامر. لا بس حتى الحكي اللي طلع امبارح انه ما في اتفاق عليك. مش بالضروره، لانه مش اثنيناتهم ما عندهم التعريف المشترك اللي في طيب كلمه يعني الارهاب. طولي طبعا بس طولي. بلش يخوضوا في طيب. هذا الامر على الاقل صار في موضوع اخر غير نزع الشعارات ورفع الاعلام والتهدئه والحملات الاعلاميه واطلاق النار. صار في ملف في جزء منه امني وجزء منه سياسي، هو كيف يمكن ان نتفق على تعريف واحد للارهاب. الارهاب عند حزب الله شيء، وعند تيار المستقبل شيء. عند حزب الله ان هذا الارهاب ياتي الى الخارج وانا اقاومه، عند تيار المستقبل انه حزب الله يستدرج الارهاب من الخارج الى الداخل. اذا تعريفان متناقضان بكل معنى الكلمه. هل هذا بده يناقشه؟ بتقلي كل مرشح العماد عون معزول او غير معزول؟ العماد معزول عون عم بيحاولوا يعزلوه هيك قصدي. العماد ايه العماد عون عم بيخوض معركه الرئيس. اكثر شخص عنده ايه؟ مساحه ممتده، لكن انا بقول في محاولات للعزل. مش هو عم بيعزل حاله، كل طرف عم بيعزل الطرف الاخر. يا صحيح معك، كل طرف عم بيخوض معركه عزل الاخر حتى يضل في اللعبه. انا بعتقد معركه يعني العماد عون يخوض معركة الرئاسة كما يريد أن يخوضها وكما ربما يجب أن يخوضها. حتى الدقيقة الأخيرة هو سيبقى مرشح إلى ما شاء الله. ما في معطيات تقدر ترغم العماد عون تقول له بدك توقف عند هذا الحد أو أن تتخلى عن ترشيحك أو تدعم طرف آخر. وما حدا من الأطراف الآخرين عم بيجربوا يوحوا أنه لا في بلان بي. لا، ما في لا بلان بي ولا شيء، ما في إلا بلان آ. وبالتالي هل بلان آ يتمحور حول العماد عون؟ الخارج بيقول لك خلي اللبنانيين يتفقوا، والبعض يقول خلي المسيحيين يتفقوا، والداخل بيقولوا كمان بعض الداخل يعني السني والشيعي بيقول لك خلي المسيحيين يتفقوا. وأنت بتعرف وأنا بعرف أنه ولا مرة المسيحيين رشحوا رئيس أو أتوا لوحدهم برئيس الجمهورية. دائما كان في مجموعة ائتلافات مذهبية وطائفية من حولهم، لأنه الرئيس بده تلتين بكل بساطة. صحيح. المسيحي بيقدر يرشح اسم واثنين وثلاثة، بس لا يعني أنه ممكن يكون الرئيس هو أحد هذه الأسماء المرشحة. ومش بالضرورة كل المرشحين بيقدروا يكونوا يقينين من أنهم قادرين يوصلوا. بس طبعا لما منوصل للوقت السخن، يعني بتوصل على الوقت الناضج، لحظة الحقيقة، الوقت الناضج لانتخاب الرئيس، كل تلك الاعتبارات بتتراجع، ما منعود نعرف من سيكون الرئيس. سيز نقول الرئيس سليمان كان قاب قوسين أو أدنى من التمديد، صار المشكلة مع حزب الله
ما في قوة بالعالم بتأني حزب الله كان يمدد له بقى للرئيس سليمان. صار اللي صار، وقعت الواقعة. حزب الله قرر يسكر الطريق على الرئيس سليمان، ما بقى يبقى ببعبده، وطار التمديد وطار كل المشروع. هل يمكن بالتحليل المنطقي نقول انه حزب الله يلي كانت علاقته كثير طيبة مع العماد أهوجي إلى درجة ترشيحه لرئاسة الجمهورية والقبول بالتمديد لقاله رغم إرادة حليفه العماد عون، وصار زعل يومتها، والعماد عون حكيها بدون ما يخبيها، صحيح، وقتها وصارت مشكلة عرسيل. حزب الله كان عنده ملاحظات أيضا، وقيل يومتها عن فتور وجفاء، ما بعرف، قيل يومتها. طيب هلا هل يعقل حزب الله اللي قطع الطريق قدام رئيس سليمان وما مدد له ما يكون قبلين بالتمديد للعماد أهوجي برغم إرادة حليفه وصديقه حزب الله؟ يعني عادت الأمور إلى مجاريها بين العماد أهوجي وحزب الله، هيك التحليل بيقول، ما بعرف إذا أنا غلطان أو حضرتك بتصحح لي. لا، ما حدا بدي ارجع اكرر مره ثانيه، ما حدا حزب جاهز. الله مع التمديد كان في يمنع يقول له للوزير مقبل، مش معقول الوزير مقبل يعمل خطوه مثل هيدي بدون ما يكون حاصل على الاقل في نوع من اكتريه بالموافقه. خليني ارجع لواقع قديم شوي مرتبطه باللي بالجواب بالسؤال اللي عم تطرحه استاذ جورج، هو حول التمديد او تاجيل تسريح العماد أهوجي عندما طرح في حكومه الرئيس مئاتي. صار حكي انذاك بين العماد لحود بين العماد عون والسيد حسن نصر الله حول هذا الموضوع، وكنا بنعرف كلنا انه كان العماد عون رافض تاجيل التسريح ورافض بقائه. فالكلام اللي التداول اللي صار بينه وبين السيد حسن نصر الله انه كان عم بيقول السيد حسن نصر الله انه شفنا قادرين نجمع مجلس الوزراء لتعيين قائد جديد للجيش، لانه بتعرف كل ما عم بقول لك بدها ثلثين، وبنتذكر بحكومه الرئيس مئاتي الثلثين كانوا من اصعب الامور، رغم انه الانطباع الشائع بان حكومه 8 اذار، وهي ما كانت حكومه 8 اذار، كان انه مش قادرين نجمع مجلس الوزراء لتعيين قائد جديد للجيش. هذا اول جانب. الجانب الاخر، واستعمل هذا التعبير السيد حسن نصر الله، وكانت وقتها في بدايه في عز مرحله القصير، مرحله انخراط الانخراط العلني لحزب الله في الحرب السوريه، كان يستعمل التعبير انه يا جنرال مصارينا بالارض، فبالتالي نحن بحاجه لدور الجيش، بحاجه لبقاء قائد الجيش في هذا المكان، وبحاجه لانه الجيش هو ظهيرنا، عم بيحملنا ظهرنا، صح، ونحن عم نخوض معركه داخل الاراضي السوريه. فبالتالي ذات المعايير او المقاييس اللي سادت وقتها في بين مرحله حكومه الرئيس مئاتي هي اليوم لا تزال قائمه. اليوم ما قادر اي مجلس وزراء بحكومه الرئيس تمام سلام في اي وقت تعيين قائد جديد للجيش، مش لانه ما في مرشحين، لانه مش من السهوله بمكان جمع ثلثين مجلس الوزراء حول اسم قائد في هذا الوقت، وليس هناك رئيس للجمهورية، صحيح، وليس هناك وضوح تمام كيف الى اين ذاهب المنطقة، الى اين ذاهب التطورات والسخون اللي عم تضرب كل هالدول المحيطة في لبنان، وايضا اي موازين قوى يمكن ان تنبثق بالمرحلة المقبلة. لذلك كنت عم بقول الاستحقاقات متشابكة مع بعضها عندما ينتخب الرئيس. نحن رح ننتخب رئيس، بس حنكون بالوقت ذاته متفقين تقريبا على رئيس حكومة وعلى موازين القوى أي حكومة ستكون، تماما بما يشبه ما حصل بعد اتفاق الدوحة، وأيضا ربما أيضا على هوية أو مواصفات ودور القائد الجديد للجيش، لأنه نحن عم نمرق بمرحلة عسكرية وأمنية. فلذلك الأسباب اللي منعت تعيين قائد للجيش بالتلتين في ذلك الوقت لا تزال قائمة اليوم. ما عندك مخرج آخر، كان بالنسبة لحزب الله أو لغير حزب الله ما عندهم أي خيار تاني. هني مش عم بيقشعوا الشخص أنه خارق أو فائق المواصفات، لا، ما بعتقد حزب الله هالقد يعني رخوا بتفكيره ومندفع، يعني عنده رد فعل انفعالي في هذا الأمر. بالعكس، هو ينظر إلى موقع الجيش ودور الجيش، ما بده يجربه مع الجيش خارج نطاق المرحلة، يعني اتركوا هستاتيكو اللي قائم الآن كما هو حتى نرى كيف يمكن لملمة المرحلة المقبلة بدءا من انتخاب رئيس الجديد الجمهوري. فلذلك إن كان بده عماد أهوجي أو ما بده، هو مشكلته أن لا يقع الشغور، وليس فقط الدخول في تعيين سلة تعيينات جديدة في رسم نطاق جديد للموازين في الداخل قبل انتخاب الرئيس. ناخذ اول بريك سيزن اولى. نصيف الكاتب والصحافي، بنرجع من بعدها منتابع حوار اليوم.
أهلا بكم مجددا في حوار اليوم مع الأستاذ الأولى نصيف الكاتب والصحافي. أهلا وسهلا فيك أستاذ الأولى. في مرة كتبت من عدة أشهر قليلة كتبت أنه حضرتك بعد عمر طويل يعني جنرال مرشح وما حدا بيجي رئيس جمهورية طالما العماد عون على قيد الحياة بعد عمر طويل. انت حضرتك كتبت هيدي مزبوط؟ صحيح بهالمعنى يعني انا عم بتصرف فيها. لا صح بعدك مصر عليها او بالاحرى معطياتك تشير الى انه مش مصر عليها معطياتي بعد معطياتك هيك قصدي استعملت كلمه معطيات انا رجعت. هل معطياتك تشير الى هالمعادله مستمره؟ يعني الواضح حتى الان اذا نتحدث عن موقف العماد عون بالذات الواضح حتى الان انه العماد عون متمسك بترشيحه وهذا حقه وبالتالي لن يكرر تجربة أو ما يعتبره خطأ وحزب الله اعتبره خطأ أيضا الطلب منه أنه أن يتنازل لترشحه آنذاك باتفاق الدوحة المتذكر لمصلحة العماد ميشيل سليمان في ذلك الوقت. وصار في مصارحة بين حزب الله وبين العماد عون حول أنه هذاك ما حصل بال2008 بالدوحة كان خطأ وبالتالي حزب الله لن يطلب من العماد عون أن يتخلى عن ترشيحه ما لم يقرر العماد عون من تلقائه أن يتخلى هو عن ترشيحه. حتى الآن ما في شيء كنا عم نحكي عن بلان A أو بلان B والواضح أنه ما في شيء لا بذهن العماد عون ولا بالكلام اللي عم بيقوله يبدو أنه جاهز للتخلي عن ترشحه. وبالتالي ما دام هو متمسك بهذا الترشح وما دام لا أحد قادر بدءا من حزب الله وحزب الله لا يريد مش أنه مش قادر لا يريد أيضا أن يطلب منه التخلي فبالتالي المأزق الرئاسي في طريق مسدود. هيدا بالبعد الداخلي. يمكن الخارج عم بيستفيد من البعد الخارجي من الخارج من البعد الداخلي بمعنى أنه هناك مرشح يقف عقبة في طريق الاستحقاق الرئاسي. إذا سحبنا هذا المرشح ممكن أن نصل بسهولة. أنا بعتقد لا. حتى لو العماد عون اليوم قال أنا تخليت عن ترشحي فلنذهب إلى انتخاب رئيس بعتقد مش بالضرورة ب 24 ساعة مثل كتير بيعتقدوا فينا ننتخب رئيس. أكيد لا، لسبب بسيط، لأنه مجرد أن يخلو المكان ويصبح باب الترشح مفتوح طبعا إذا افترضت أنه ما في توافق على مرشح العثور على هذا المرشح الثالث من أين سنأتي به؟ واضح أن سمير جعجع ما في عنده مرشح ثالث رغم أنه عم بيقول فلنذهب إلى مرشح ثالث أو على الأقل في أحد المرشحين الثالثين يرفضوا دكتور سمير جعجع. بالتالي وفي مرشحين آخرين بيرفضون في مرشحين آخرين بيرفضون العماد عون. في يفتح الليلين بس قبل ما تكمل حضرتك تفضل. أو في سيئة عم بتكمل، ليش الدكتور جعجع بيرفض ترشيح الأستاذ جان عبيد؟ ما عندي فكرة يعني. بس ما إذا عندك جواب ما بعرف حبيت. ما بعرف لأنه في كتير تساؤلات حول هالنقطة هيدي. ليش ربما إلى علاقة بمرحلة ماضية بين بعضهم لأنه لقاءاته نادرة جدا وتكاد لا تقع أو لا تحصل أبدا. ربما من مرحلة الحرب جزء منها، ربما من مرحلة وجود دكتور سمير جعجع بالسجن في جزء منها، ما بعرف ما عندي اطلاع على هذا الأمر. بس الشيء الواضح على الأقل أنه سمير جعجع لن يوافق على انتخاب جان عبيد. بس مش بالضرورة بدك استاذ جان عبيد يوافق على انتخاب دكتور جعجع، يعني المحبين استاذ جعجع بيقولوا مش هو بحط فيتو، نحن بنحط فيتو عليه لانه بالمقارنه بينه وبينه نحن اللي بنحط فيتو. لا بس بدك توصل لمحل، لا بس بدنا نحكي بموضوع الرئاسه هلا بدنا نوصل لخلاصه انه بالتاكيد هي لن يكون هناك مرشح من 14 اذار ولن يكون هناك مرشح من 8. وعندما يختار او يجري اختيار مرشح من خارج هذين الفريقين حتى سواء سميت الوزير السابق جان عبيد او كان أي مرشح آخر، عندما سيأتي الاسم من الخارج وبالتالي الاتفاق من الخارج ما بيعود حدا أيا يكن حجمه استجابة 8 أو 14 فيك تصنفه؟ لا هلا بالوقت الحاضر ما عم بقول لك أنا هو من المرشحين الثالثين المطروحين في هذا الأمر. فبالتالي عندما يأتي الاسم من الخارج ما بعتقد أي ستكون هناك عقبة أساسية كبيرة في طريق انتخابه. يعني إذا سمير جعجع ذهب إلى السعودية في تشرين الأول وهناك طلب منه أن يجاري التمديد لمجلس النواب فاستجاب وكان موقفه متشدد، فأنا بعتقد أنه إذا كان هذا الأمر متاح الآن فبعتقد حلفائه وأصدقائه الإقليميين قادرين يقنعوا أنه بانتخاب جان عبيد إذا كان
هناك قرار بانتخاب جون عبيد رئيسا للجمهورية. انا لا عم تحكي عن سمير جعجع، انا عم بوقف على هذا الجانب. ربما ما بعرف انا موقف العماد عون من ترشيح جون عبيد في هذا الامر، بس اذا كنا عم نحكي عن سمير جعجع وعم نعتبره هو عم بيعلن او واضح بموقفه العدائي، ما بعرف، ما بفكر في ود متبادل بين العماد عون تماما. انا بقول ما بعرف يعني في خلاف بس. في خلاف او في عدائي بين جون عبيد وميشيل عون، بس واضح في خلاف وفي نوع من العداء بين جون عبيد وسمير جعجع، او سمير جعجع تجاه جون عبيد. هلا في هذا جون عبيد في هذا الامر ما بعرف، هذا طيب تقديرك انت. بس لنوصل لا بالسياسه انا لنوصل انا بحكي بالسياسه مش لما بده ياتي انتخاب رئيس. انا بعتقد كل العقبات تزول، خصوصا اذا كانت شخصيات عم نبحث على مواصفات تشبه المرحله المقبله. اليوم الرئيس يعني انت تسميه الرئيس اول شيء ما بيكفي نيجي نقول انه رح نتوافق عليه لبنانيين، لانه لن نتوافق اطلاقا على رئيس لبناني. انا بعتقد الخيار بده يجي من برا بوقت المناسب. حتى الان نحن اليوم خلصنا جلسه 19 امبارح، نعم الشهر الجاي الشهر الجاي بتكون الجلسه 20، بنكون تجاوزنا الجلسات العشرين اللي رفقتنا بين 2007 و2008، يعني عملنا كسرنا سكور غير المسبوق آنذاك بأكثر من 20 جلسة لانتخاب الرئيس وعدم انتخاب الرئيس. بكير بعد نفكر نشوف أنه هل قد قريبين نحن من الاستحقاق الرئاسي، اللهم إلا إذا حصل حدث كبير بالمنطقة أو حدث كبير بلبنان. ما بعرف شو أكثر من هيك، ما بعرف أكثر من داعش، أكثر من الدم، أكثر من التدبيح، أكثر من القتل، أكثر من المعارك بجنوب سوريا وبحلب، أكثر من المعارك بالموصل وبالأنبار. بده يكون حدث بالمنطقة كبير يخلي الأطراف اللبنانية، لا زلزال هذا منه حدث، لا زلزال بحجم اغتيال رئيس الحريري بال 2005 عرفنا شفنا شو صار. هل نحن أمام انتظارات معينة باغتيالات معينة لا سمح الله تعيد رسم خريطة المنطقة بالرؤوس من أول وجديد؟ استاذ جورج، طالما المواقف المحلية ثابتة بمحلها، السني لا يريد ميشيل عون رئيسا للجمهورية، والشيعي لا يريد سمير جعجع أو أي مرشح آخر من 14 أذار لرئاسة الجمهورية، والطرفين 8 و14 حتى الآن بعدهم ما عم بيخوضوا جديا بمرشح ثالث، فبالتالي بدك تجيب حجرة كبيرة وتزتها في المياه الراكدة، تخض هذه المياه لحتى ساعتها تقدر ترجع عن جديد تشيل الوحل من المياه النظيفة، يعني أو تحرك المياه الآسنة. في هذا المعنى إلى أن تمسك هذا الحجر أو تعثر على هذا الحجر لإلقائه في المياه الراكدة يجب أن ننتظر بعض الوقت. ما حدا لا في الداخل ولا في الخارج مستعجل على الاستحقاق الرئاسي. الأطراف القائمين اليوم أو الأطراف اللي عم بيلعبوا اللعبة الأساسية في البلد اللي هن إذا سميناهم السني والشيعي بشكل أساسي وتحط مظلتهم المسيحي كلهم عم بيلعبوا لعبة ربط النزاع بين بعضهم، يعني نحن مختلفين بس نحن ما بدنا نتقاتل، ما بدنا نتسبب بانفجار الوضع الداخلي بإيدنا، ما بدنا ناخذ البلد إلى فوضى وإلى اضطراب، بدنا نحافظ على الحكومة، بدنا نحافظ على إدارة الشغور بمسؤوليتنا نحن الأربعة على الأقل. فبالتالي منه بأولوية أحد الاستحقاق الرئاسي إذا لم يكن أحد من هؤلاء هو المرشح للرئاسي، يعني قادر يخلي الثلاثة الآخرين يأيدوا بترشيحه للرئاسي. اللقاء امبارح اللي صار بين رئيس الحريري والرئيس عون والوزير جبران باسيل، هل بتصنفه كمناسبة اجتماعية أم لقاء سياسي؟ معاودة الحوار بين الطرفين، تفعيل هذا الحوار، إذا كان الحوار هل استؤنف هذا الحوار؟ ما بعرف إذا استؤنف من حيث توقف يعني بموضوع الرئاسي، أم تجاوز موضوع الرئاسي وعم يحكي بالتمديدات والتعيينات وآلية عمل حكومي؟ وإذا لا هيدي ولا هيدي، هل فينا نعتبره مناسبة اجتماعية فقط؟ تفضل. لا مش بالضروره بس مناسبه اجتماعيه، بيقدروا يتبادلوا اتصالات بين بعض. كان لقاء مهم امبارح، كان لقاء مهم لانه الرئيس الحريري ببيروت، يعني لو لم ولانه نزل عنده العماد عون تماما، لو لم شيء طبيعي بعتقد اللياقات بين القيادات وبين المسؤولين. يعني كمان وليد جنبلاط قبل بيومين كان عند الرئيس الحريري ببيته، رغم انه ما راح على احتفال، بالرغم انه ما بعت ممثل مباشر عنده، ما راح على احتفال، اعتبره حلو موجود بس هو ما كان ممثل للوزير جنبلاط، ما راح على احتفال 14 بس اليوم التالي او اليوم الثالث لا راح حضر، راح زار الرئيس الحريري حط يعني وردة. شغلة طبيعية انه اي شخص يقدر يزور يصير في لقاءات مع الرئيس الحريري بمناسبة وجوده في بيروت. هلا لو كان لا يزال في الرياض او في باريس ربما ما بتحصل هذه اللقاءات الا نادرة في مناسبة معينة يكون الشخص موجود في هذا البلد او ذاك. لا اذا اكثر هي من مناسبة اجتماعية. هلا
شو سقف هذا الحوار بين بعضهم؟ أنا بعتقد السقف ما بيعلي ليوصل على استحقاق الرئاسي. أنا بعتقد بالعكس لهم مصلحة يضلون تكرارا اللي كنت عم بتقوله قبل عم بقوله قبل شوي هي المحافظة على استقرار الحكومة وعلى استقرار الوضع الأمني. يعني فينا نريح الحكومة شوي، نخليها تشتغل من الآن حتى يأتي أوان استحقاق الرئاسي. واضح إنه إذا كان الرئيس الحريري يدعم ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية، هذا لا يعني أن السعودية تدعم هذا الترشيح، وحتى الآن ليست هناك إشارات إيجابية من السعودية تقول أنها تدعم انتخاب العماد ميشيل عون. وبالتالي بتقول الكلام اللي عم بيقوله الإيراني، وها هي المفارقة بين الطرفين بمقاربتهم للوضع اللبناني، ويبدو أنه تعلموها من السوريين. كان السوريين يقولوا نحن ما عنا مانع نطلع من لبنان إذا اتفقوا اللبنانيين. اليوم عم بيقولوا كمان الإيراني والسعودي نحن ما عنا مانع نأيد انتخاب أي رئيس إذا اتفقوا المسيحيين. فهني عم بيعرفوا أنه لا اللبنانيين قادرين يتفقوا على رئيس، ولا المسيحيين، ولا المسيحية قادرين يتفقوا على رئيس، ولا هن السعودي والإيراني في الوقت الحاضر جاهزين للبحث في هذا الملف. هذا الملف بينلقط على الطريق، يعني تعمل تسوية أو تفاهم ما بعرف على أي ملفات إقليمية بعد البرنامج النووي بين السعودي والإيراني، بيتذكروا أنه يا عم في بلبنان شغور بالرئاسة، ما في رئيس الجمهورية، يتفق عندئذ وبتأخذ اللعبة باللبناني تبعيتها مسار المحلي. بس هذا المسار لم يحن أوانه بعد. فبالتالي الحوار اللي ممكن يصير بين العماد عون والرئيس الحريري، أنا بعتقد بيحكوا بكل الملفات الداخلية، بيأكدوا تباين وجهات النظر بكذا ملف، خصوصا بموضوع حزب الله. يعني ولا مرة الرئيس الحريري أظهر استعداده أنه عم بيساوم على ما يرفضه في حزب الله، وحزب الله كمان أكد الأمر بطريقة تانية. بس قادرين الطرفين يتعاطوا مع اللعب الداخلية بالحد الأدنى الممكن، اللي هو إلى شقين: شق العمل الحكومي أن يظل مستمر، وبالتالي توفير التغطية الكاملة للرئيس سلام لإدارة هذا الشغور القائم من خلال حكومة 24، وبالوقت ذاته اللعب الأمنية على الأرض، بمعنى أنه قد ما فينا نهدي نحن الأرض اللي نحن بنأثر عليها، ونترك الجيش يهدي الأرض اللي هو بيأثر فيها. حضرتك مقتنع بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين القوات والتيار؟ في كلام أنه ورقة النيات رح تكون ورقة عادية، وفي كلام آخر أنه هيدي الورقة أفضل من لا ورقة. شو رأيك بين اثنين؟ لا عم بينحكى. أولا بالنسبة لورقة النيات مضمونة، اللي مطلع على مضمونة يعني واضح أنه ما بيحتاج مضمونة لورقة نيات، لأنه ما يقول به العماد عون وما يقول به سمير جاجع هو نفسه. شكواهن من المناصفة، أو شكواهن من عدم التمثيل المسيحي، أو شكواهن من قانون الانتخاب، أو شكواهم أيضا من عدم وجود من عدم أعطاء المسيحيين حقهم في الإدارة، أو شغور مراكزهم بالإدارة، أو عدم حصول على المسيحيين، إنصاف المسيحيين في الوظائف الإدارية، أيضا في التمثيل، وكنا عم نحكي عن قانون الانتخاب. إذن بكل هذه اللعبة اثنيناتهم يتكلم، يعني الطرفان يتكلمان اللغة نفسها، من بحاجة لورقة. وجود ورقة مفيد طبعا، لا يقولوا أنه هالطرفين صاروا 30 سنة عم يتقاتلوا مع بعضهم، و30 سنة على نقيضين حدين وفي بيناتهم دم، عم بلملموا حالهم، عم بتجاوزوا تلك المرحلة ولو بورقة. هن بيعرفوا أنه هن ملتقيين علي سلفا من غير أن يلتقيا. لكن بالنسبة هذا الموضوع لا يمكن أن يكلل بالنجاح نهائيا، بيعمل تهدئة، بهدي الأرض. يعني اليوم ما بنسمع بقى نواب تيار الوطني الحر بيسبوا القوات اللبنانية، أو نواب القوات اللبنانية بيسبوا نواب التيار الوطني الحر، أو بيصير اشتباك بين بعضهم، في نوع من التهدئة أو وقف الحملات الإعلامية بين بعضهم، لأنهم عم بيعطوا فرصة لهذا الحوار. وضروري يصير هذا الحوار ليتنفسوا المسيحيين شوي، أنه مش بس البلد واقف عند هذين الرجلين وعند العداء المتبادل بين هذين الرجلين. بس في موضوع بعد لا يمكن أن يستكمل الحوار إذا ما وصل على المحطة الحقيقية المطلوبة اللي هي رئاسة الجمهورية. يعني ما بظن أنه العماد عون فتح هذا الحوار مع سمير جعجع من أجل التوصل إلى هذه الورقة. هذه الورقة بيقدروا يخدوها على الطريق لتكريس استمرار الحوار وضمان ديمومته. بس في نهاية المطاف، في مهلي بده يوقف عند هذا الحوار، بدنا نوصل لوقت أنه القوات اللبنانية، لأنه العماد عون مصر أن يبقى مرشح للرئاسة، بدهم يقولوا له نحن بنمشي معك ولا ما بنمشي معك. إذا قالوا له نحن بنمشي معك،
هيدا منه كافي أيضا كي ننتخب العماد عون رئيسا، لأنه بدنا نشوف إذا الشيعي معه وينه السني، ومش السن اللبناني، بدنا نشوف السن الإقليمي، يعني بدنا نشوف السعودية أين هي اليوم من هذا الأمر. نحن نعرف كل هالمسائل المتداخلة ببعضها، فما بيكفي سمير جعجع يأيد ميشيل عون، وما بيكفي سعد الحريري وسمير جعجع يأيدوا ميشيل عون، وكل 14 عون كل 14 قدرت تأيد العماد عون. بدنا نشوف أيضا المناخ الإقليمي، وبالتالي لأنه المناخ الإقليمي بعده منه ناضج كفاية لتبني ترشيح العماد عون، فمن الطبيعي أن لا يقول سعد الحريري أنه مع انتخاب العماد عون، وأن لا يقول حتى الآن سمير جعجع اللي هو حليف أساسي للسعودية ولا يمكن إنكار ذلك، حليف متقدم، لا يمكن لا يقول حتى الآن أنا مع انتخاب العماد عون. شو عم بينقال بين بعضهم، أو شو عم بينقال على هامش، أنه يوم نسمع حدا بيقول أنه صار قريب الدكتور سمير جعجع لتأييد العماد عون، يوم بيقولوا لا. أنا بعتقد إذا هذا الرجل لم يقل كلمته في هذا الأمر، فبعتقد الحوار ما بيروح للمحل الذي يجب أن يصل إليه. نعم، سيزن الأولى شخص يلي كان له أسهام مباشر بإزاحة العماد عون بسنة 90 من بعبدة، كيف بده يكون له أسهام مباشر بعودته إلى بعبدة بعد 25 سنة؟ سمير جعجع فات بالطائف، سمير جعجع فات بالطائف، ما هيك؟ فات بالطائف يلي هو أسوأ من الاتفاق الثلاثي، حارب الاتفاق الثلاثي سمير جعجع وزيحوا لإلي حبايقة، صار هو قائد قوات لبنانية، أسهم في إزاحة العماد عون على أمل الزعامة المسيحية، لا هو عمل زعيم، فات على الحبس، ميشيل عون راح على المنفى. طيب اللي ساهم ب 13 تشرين وقبله بالمعركة الشرسية اللي صارت، الحرب الضروس بين القوات وبين الجيش، وب 13 تشرين توجت بإزاحة العماد عون، وكان لسمير جعجع دور فيها معين، في ناس بتحكي بشغلتي أنا هن بيحكوا، وفي وراء موجودين. كيف يعقل هذا الشخص هو زيته يساعد العماد عون بعد 25 سنة على العودة إلى بعبدة؟ بس 25 سنة بالربع قرن ما صدق كيف طلعوا من بعبدة، هلا بده يردوا على بعبدة؟ في إلا منطق هذه العملية؟ أولا مش وحده سمير جعجع أقصى عماد عون عن الاستثناء، معقول ساهم أحد المساهمين؟ فهمت ما حد عم بحط التهم عليه يعني لوحده طبعا. هو ساهم، هو أكيد مش مشي بالطائف، خلص مجرد ما مشي بالطائف يعني ضد العماد عون، لا وكان مصلحته يزيحه تماما، هيدي بمرحلة لاحقة، هيدا عم نلحق المنطق. لما مشي بالطائف يعني مشي كان تخب الرئيس روني معوض وخلص انتهى الأمر، يعني كان انتهى ملف الرئاسي. المشكلة الحقيقية بين سمير جعجع وميشيل عون هي ليست عند الوصول إلى اتفاق الطائف، هي في كل مرحلة ما قبل الوصول إلى اتفاق الطائف، لأنه عندما أقر اتفاق الطائف ب 30 أيلول ال 89 ثم انتخاب روني معوض بتشرين الثاني، عندما انتهى الأمر وانتخب روني معوض خلص انتهى ملف الرئاسي كليا. المشكلة التي فيما بعد سمير جعجع مع الطائف هذه إحدى تداعيات انتخاب روني معوض ثم فيما بعد انتخاب الرئيس الهراوي، صارت جزء من تداعياتها كيف يمكن أن ينضم سمير جعجع إلى الطائف، مش بس أن يؤيد الطائف، كيف يكون جزء أو شريك في اللعبة. وطبعا غش خدعوا بطريقة التعامل، لأنه كان الملف ملف سوري مش ملف لبناني 100%، خدع بطريقة بكل ما قيل أنه يمكن أن يكون هو بيشبه بشير جميل مع الياس سركيس، وبالتالي كان ربما يطمح إلى أن يكون هو صاحب الثلث زائد واحد في حكومات الرئيس الحريري. طبعا هذا الأمر لم يعطى، وبالتالي حملوه على مقاطعة انتخابات 92. المشكلة بين الرجلين كانت 89، فقط بال 89 حتى الوصول مثل ما عم بقول لأيلول تشرين الأول 89 إقرار اتفاق الطائف. الانفجار بين الرجلين وعدم حماسة سمير جعجع آنذاك، زائد ربما الأخطاء اللي ارتكبها العماد عون في علاقته مع السوريين، ربما عدم رغبة السوريين، أنا ما بدي حمله هو خطأ، يعني السوريين لم يكن يريدون فعلا العماد عون، وصار في مراسلات وصار في عداء الحروب اللي نشبت، كل هذا الأمر فوت الفرصة. اليوم سمير جعجع هو جزء من لعبة، وربما اليوم بالماضي يمكن كان دوره أكبر، لأنه بسبب خلافه مع العماد ميشيل عون أضعفت الحروب الناشبة بين الطرفين، حظوظ العماد عون أضعفت إلى حد ما، بس مش هو قاد المعركة، اللي قاد معركة أكيد عدم إيصال ميشيل عون هو السوري بكل معنى الكلمة، صحيح. حتى الحلفاء كانوا جزء من عدة الشغل. اليوم سمير جعجع يمكن وضعه بالمعادلة المسيحية عم بيبين شريك قوي في هذا الأمر بسبب تحالفه مع السني، بقدر وجود العماد عون كزعيم مسيحي مع الطرف الشيعي. بس أنا بعتقد اليوم أنه صار التدخل الخارجي أكثر حدة، يعني ما عاد بإيد واحد،
بال89 كان قرار الرئاسة حتى التسعين كان بإيد السوري 100%. يعني ما حدا السوري حتى قبل بروني معوض، ثم فيما بعد كان عراب الياس الهراوي في انتخاب الرئيس. فبالتالي كان الاستحقاق الرئاسي في يد فريق واحد قدر من خلال شبكة تقاطع مصالح مع السعودي والأمريكي والأوروبي قدر أن يمسك الملف اللبناني بيد وحده. اليوم الاستحقاق الرئاسي مش بإيد لا بإيد السوري طبعا، وإن لا تزال له كلمة بطريقة ما من خلال بعض حلفائه، مش وحده بإيد السعودي وليس فقط بإيد الإيراني. يعني الإيراني والسعودي ما بيقدر كل واحد منهم يجيب رئيس، بس كل واحد بيقدر يوضع فيتو على مجيء قوة معطلة، كأداة معطلة أو آلة معطلة. أوكي. بهذا المعنى سمير جعجع بتقلي ما قبل بال89 بده يقبل اليوم. أنا ما افترضت بلحظة من اللحظات أنه سيسمع العماد عون من سمير جعجع أنه يوافق على الرئاسة، لا ما بعتقد أني رح جيرو اسمع. سأله للعماد عون قال له أنت بتحط سمير جعجع في خانة القبول فيك؟ قال له ايه ريناها بالجريدة، مش أنا سمعتها عم بقول قريتها. قال له العماد عون لجيرو انه ايه انا بعتقد سمير جعجع مأيدني. انا ما بعرف بركي راح من هون الزلمه من يومتها قرر وقف وسطه جيرو، لانه ملاحظ صدقيه. انا بعتقد صدقيه كريم وسمير جعجع من الاشخاص اللي بيقولوا كلمتهم، يعني انا بعتقد صدقيه الموقف انه ان يقول سمير جعجع على الملأ وان يقول ايضا من عند الرئيس الحريري انه يدعم ميشيل عون، وعند إذن يجب على الرئيس الحريري أن يقول لأنه نحن قلنا للمسيحية اتفقوا نحن من أيدكم، بيمشوا بالعماد ميشيل عون. الموضوع مش هالقد بهالبساطة أنه لا يكفي بس أن يقول سمير جعجع لميشيل عون أنا بمشي معك بالرئاسي، وهي ضرورية، وهي ضرورية وليست كافية. هي ضرورية وليست كافية، وليس المهم فقط أن يقول للمسيحية يحكوا مع بعضكم. ما السعودية قالت وإيران قالت وكل العالم قالت وكل الأمريكان قالوا، قالوا للمسيحية يحكوا مع تعلموها من السوريين. حضرتك عم تقولها مزبوطة، بس أنا عم بقول طب قالوا للمسيحية يحكوا مع بعضكم، وإذا المسيحية قرروا شو ليه بدو يرجع يقولون لا نرجع أرثوذكسي؟ أرثوذكسي الرئيس بري قال يا شباب اتفقوا على قانون وأنا معكم، وصوا على الأرثوذكسي قال لا أنا ما بروح على جلسة ما فيها مكون لسبب مسائل. لسبب وحيد وواضح هو أنه الاستحقاق الرئيسي ليس استحقاق مسيحي فقط، وقد يكون لسوء الحظ بدي أقوله يعني بس ما بتحزن أنك تقوله، هو استحقاق سني شيعي أكثر منه استحقاق مسيحي. صحيح. هو استحقاق سني شيعي. لا يمكن أن تنتخب رئيس لا ينضم إليه أو لا يسميه السني والشيعي. هيك حصل بعد اتفاق قبل اتفاق الدوحة. نحن بنتذكر قبل ولاية قبل نهاية ولاية الرئيس إميل لحود 22 تشرين الثاني 2007 حصل اجتماع في بيت وليد جملاط في كليمونسو، حضر وليد جملاط وفؤاد السنورة وسعد الحريري، وأطلقوا أنذاك اتفقوا على ميشيل سليمان قائد الجيش مرشح توافقي لأول مرة أطلقت. ما كان قاعد لا أمين جميل ولا سمير جعجع، هذان الطرفان اللي صحيح. كان عرابهم وليد جملاط بمرحلة 14 أذار السابقة الأولى، يعني هذان الطرف يعني الطرف السني واضح. الطرف السني هو اللي قرر طرح الرئيس التوافقي، فيما بعد لم يكن يمانع الطرف الشيعي بس كان الطرف المسيحي برات هذه المعادلة، وتولى حزب الله فيما بعد في الدوحة إقناع العماد عون صحيح. بالتخلي. إذن وشيخ نعيم قاسم هني وطالعين على الطيارة ذاهبون إلى الدوحة لانتخاب الرئيس التوافقي العماد سليمان، طرحت وقت ذاك وصار وقعد 6 أشهر قائد الجيش مرشح توافقي بس ما حدا بده ينتخبه، ولم ينتخب إلى أن حصل 7 أيار. ويمكن لو ما حصل 7 أيار يمكن لليوم بعدنا بدون رئيس ربما منذ ذلك الوقت. بس ليش عم بقول هالكلام؟ عم بقول أنه صحيح نعطي القشرة للمسيحيين أنه أنتم تخبوا، بس بالآخر ما حدا يصدق أنه استحقاق الرئاسي هو استحقاق مسيحي مسيحي هو استحقاق سني شيعي، مثل ما تأليف الحكومة اليوم هو تصدق. هلا نحن بنصدق انه اتفاق الطائف انجاز للسنه عظيم 100% انجزوا السنه بادوار مجموعه كبيره من القوى وضعوا اتفاق الطائف، واعتبر السني هو الرابح اول لانه رئيس مجلس وزراء هالقد احاط نفسه بصلاحيه. بس اليوم دلني وين السني بيقدر يعمل حكومه؟ ما في يقدر يعمل حكومه. السني اليوم بيقدر يسمي اذا كان يملك الاكثريه النيابيه رئيس مكلف، بس ما بيقدر يعمل حكومة. اللي بيقدر يعمل الحكومة السني والشيعي مش المسيحي، السني والشيعي ولا رئيس جمهورية. طبعا رئيس الجمهورية في نهاية المطاف بده يمضي على بحسب المادة 54 بده يمضي على هل يستطيع المادة 53 على الصلاحيات في هذا الأمر، يعني
من 53 و 54 وكذا. بس اللي اليوم رئيس الجمهورية قادر يقول لرئيس حكومة سمته طائفته ولا تشكيلة حكومية سميها ائتلاف سني شيعي بكل معنى الكلمة بيقدر يقول له أنا ما بدي هالحكومة، بيقدر يقول له هل قد حدود حصتك. فاليوم من اليوم فصاعدا ما حدا يصدق أنه بيقدر السني يألف حكومة لوحده، بيقدر يسمي رئيس مكلف بس من دون الشيعي ما عاد يألفه، وكل حكومة صار بدها 11 شهر. الأمر زيته القياس زيته على الاستحقاق المسيحي. بعد عندنا دقيقتين إذا بتسمح، مسألتك عن موضوع الإلية، الخلاف على الإلية، بدي أنهي بموضوع الإلية إذا بتسمح. شو هالإشكالية بموضوع الإلية، كيف بدها تنحل، شو قصة المشاريع اللي عم تنعمل وبدها تعديل الإلية، يعني حوض الرابع وهدول الشغلات. في بارح رجعوا مشوا بالحوض الرابع، اضطر اللواء إبراهيم عباس إبراهيم مشكورا ينزل على الأرض ويهدي شوي الوضع ويرجعوا يذكروا بأنه رئيس والوزير أبو صعب كمان نزل وقالوا انه الرئيس سلام ما بده اياه هيدي القصه، رجعوا اشتغلوا. مين اللي فاتح على حسابه؟ مين عم يكسر كلمه رئيس الحكومه؟ شو هالبلد يلي كلمه رئيس الحكومه بيتم تجاوزها وتجاهلها وبيرجعوا بيشتغلوا على الحوض الرابع؟ لك مشكله الاليه كنا بلشت بشيء واصبحت في شيء اخر. بلشت صغيره ما بلشت كبيره، بس هلا صارت اكبر بكثير. بمعنى عندما حصل شغور في رئيسه الجمهوريه فانتقلت صلاحية رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء، يعني أصبح المادة 56 المتعلقة بصلاحية رئيس الجمهورية بتوقيع المراسيم وأصدارها أصبحت في مجلس الوزراء. الرئيس سلام تحسسا منه بالشعور المسيحي قال خلينا نتوافق على جدول الأعمال، مدد وقت جدول الأعمال ل 72 ساعة لإطلاع الوزراء وطرح فكرة أن يحصل توافق في مجلس الوزراء، لكن لم يكن يقصد، وأنا بعتقد أنه ما كان عم يقصد أنه التوافق يجب أن يكون 100% على كل مشروع القانون. خلينا نعمل توافق بالدستور نفسه، بالمادة 65 بيحكيك عن أول محطة بالتصويت هي التوافق، فيما بعد إذا تعذر التوافق نذهب إلى التصويت بأكثرية الحضور. اللي صار أنه الشباب الـ 24 وزير تمسكوا بتوقيع الـ 24 وزير على مراسيم على توقيع المراسيم وبالتالي على الأمر بإصداره، وانتقل هذه الإصرار على الـ 24 بالمادة 56 إلى الـ 24 بالمادة 65، يعني ما عاد بقى يمرق أي قانون بالإصدار إذا ما اتفقنا عليه وتوافقنا عليه بالتصويت. نعم. فربطنا المادتين ببعضهم دمجناهم ببعضهم، كل مادة مستقلة عن الثاني. المادة 65 مرتبطة فقط بمجلس الوزراء، المادة 56 مرتبطة برئيس الجمهورية. لما شغلت الرئاسة راحت حيثيات هذه المادة أو أحكامها إلى مجلس الوزراء عند التوقيع فقط والإصدار، كانوا ب 24 ولا كل وزير بيمثل كتلته بيمضي ما بتعود فيها مشكلة. لكن المشكلة نشأت أنه صرنا بدنا ننقل عدوى مفعيل المادة 56 عن ال 24 بدون يمضوا، صاروا ال 24 بدون يوافقوا على أي مشروع قانون، في حين أنه المادة 65 كما هي لا تقول هذا الأمر. بعدين الرئيس سلام طرح كلمة صغيرة بس، طرح فكرة أنه لتطمين أكثر فلنصوت على القرارات الأساسية اللي تتطلب الثلثين، خلينا نصوت على ثلثين زائد واحد. نصاب الثلثين زائد واحد هو نصاب سياسي منه نصاب دستوري، لأنه بالدستور ما في عنا ثلثين زائد واحد، عنا الأكثرية النسبية والأكثرية العادية أو الأكثرية، عنا الأكثرية المطلقة، عنا الثلثين وعنا ثلاث أرباع، ثلاث أرباع لتعديل الدستور. صحيح. فبالتالي عنا أربع أنواع من النصاب القانوني، معنا نصاب ثلثين زائد واحد. بس بذهن الرئيس سلام ثلثين زائد واحد لأنه نحن ثلاث ثمانات في ثمانتين مضمونين وبنكسر الثمان الثالثة، فبالتالي ما في مكون بيكون خارج البلد، خارج أي قرار يصوت عليه في مجلس الوزراء ونقدر نعمل توافق، يعني عم بيحاول يخرج هذا الأمر. بس الرئيس سلام بالآخر ما عنده مشكلة أنه يوقع 24 على الإصدار، بس بيصير عنده مشكلة لما بيكون هناك إصرار بجانبين، أولا على أن يكون هناك توافق على التصويت وبالتالي إذا ما توافقنا على مشروع القانون أو على القرار ما بيطلع، فهذا أي هذه مخالفة دستورية حقيقية. وأيضا في جانب آخر هو أنه إذا ما توافقنا على مشروع ما بنمضيه، بينما المفروض إذا توافقنا حتى في وزير أو وزيرين ما عجبهم هذا المشروع وما وافقوا عليه، فكرة أو قاعدة التضامن الحكومي داخل مجلس الوزراء تسري عليهم، وبالتالي يجب أن يحترموا رأي الأكثرية ويصدروا القانون. وهيك هيك كان يعمل رئيس الجمهورية، فما فيك تعطي اليوم والوزير صلاحية أكبر من الصلاحية اللي كان عم بيمارسها رئيس الجمهورية. شكرا لك استاذ الأولى نصيف، شكرا لمشاهدينا الكرام وإلى اللقاء.